كيفكم مع سيارتي؟ بس فضحنا محمود جالسين نصور. كم خلاني بس كذا ترجع الفرامل وامشي، جتني من الركب والله العظيم قصرت فاجئ في الحين. تبغاني اسوق وادخل شارع عام واسوي حركات تقدم خاصة ان شاء الله كذا اتدرب. ليش تنتين؟ الشهر الجاي زي ريل. الحالي مرتاح مالي يلا ما بقى. هاي هاي او ماي جاد، شوف الكرت كمان. هاي باي شي حقتي. ماي جاد شوف عيونها، هاو كيوت. او ماي جاد تموت. ببكي مرة كيوت. أخذتها بس أول ما أنقل البيت إن شاء الله بجي أخذها. الدب الواي قال مش اسمه كاسترو بس أبغى أغير اسمه. أبغى اسمه بوبي. اسمه كاسترو بس أبغى أغير اسمه. أبغى اسمه بوبي. خلوني أوريكم شيء رهيب وصلني قبل كم يوم. جوال هواوي الجديد البورش ستايل، مو طبيعي قد إيش جميل. الناس اللي يحبون حتى يتكشخون بجوالاتهم بينفع لكم. مرة كشخة يا الله قد إيش ستايل، جدا رهيب. مرة حبيته. طبعا هو نفس الإصدار اللي قبل، نفس المواصفات وكل شيء، بس الفرق الستايل حقه. شايفين كيف لونه هذا الجلد؟ جدا 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 حبيت هذا الستايل البرش، يموت مرة رهيب. طبعا هذا ليمتد إديشن سعره 7000 وشي، بس صدق يستاهل لأن التصوير رهيب، كل شيء فيه رهيب، السايدة رهيب. صدق هذا جوال ناجح. طبعا هو يفتح في بصمة الوجه والأصبع كذا، البصمة تكون بالوسط. طبعا نفس كل جوال فيه كل البرامج، حتى فيه كاميرا، كاميرته تموت. أنا أوريكم كم ميزة فيه. مثلا هذه الميزة، تضغطون كذا على تحت راح يطلع لكم كل المساحة، حتى عندكم تسوون زوم مرة قريب. شوفوا مرة قريب. وفي عندكم خاصية الوايرلس، تدخلون الإعدادات، بعدين البطارية، بعدين الشحن العكس. هذا الوايرلس عرفتوا تشغلونه، بعدين تقلبون الجوال تحطون جوال فوقه ويصير يشحن لكم. مرة حلو هذه الخاصية وتنفع صدق. بس والله الحين بذاكر بتعشى وبروح انام، فيا قلت اقول لكم عليه لانه صدق مره عجبني. وبس والله يتحدى اخذه بتدو عندي، مره بيعجبكم. حتى بالبوكس طبعا كل المعدات اللي معه، بس يحطون لكم كمان كفر كذا ما، حتى الكفر حقه حلو زي لون الجلد بالضبط. حبيت ما اخيص فقرة بالنسبة لي. يلا يا شاكرة تبي. أنا أشكت أريج على إعلان الشماس للشنط، ورحت أخذت لي كذا طقم. شوفني ينور طقم خيوم ولده.